يا ترى هناكل التشيز بلاتر ازاي؟ لو تقدم لي طبق انواع مختلفه من الجبن يا ترى هناكلها ازاي؟ اول حاجه خالص بحط المنديل الورقي او الفوطه بتاعه الاكل على رجلي بالشكل ده، وبعدين يا ترى استعمل شوكه وسكينه؟ طبعا ما ينفعش شوكه وسكينه، دي صح. طيب استعمل شوكه بس واخد كده الجبنه بتاعتي في الشوكه بالشكل ده؟ برضو الطريقه دي مش صح. يا ترى هناكلها ازاي؟ اقدر استعمل ايدي صباعين؟ طبعا اقدر استعمل ايدي واكلها بالشكل ده، ده صح. وممكن كمان استعمل الخله بتاعت السنان، ممكن الناس بتقدمها لنا دي، اقدر استعمل بيها واستعملها بالطريقه دي، ودي برضو طريقه صح. وقادر استعمل ايدي للخيار بالشكل ده؟ طبعا مش هستعمل الخلة، هستعمل ايدي بصباعين وهاكل الخيار، الجزر، كل حاجة موجودة بالشكل ده. والف هنا.